نحن في مسلسل انتقال ديمقراطي انطلق منذ عقود، عرف تعثرات، عرف تقدم. محطة 1998 ديال انتقال ديال حكومة التناوب اللي شرف عليها الأستاذ عبد الرحمن يوسفي، نعتبرها دفعة أولى في اتجاه المسلسل الديمقراطي. الآن الدستور ديال 2011 هي دفعة قوية لتتمأسس هذا البناء الديمقراطي. الانتقال الديمقراطي هو أمر معقد لأنه مرتبط مع الحراك داخل المجتمع، مع التناقضات داخل المجتمع. مرحلة بناء دولة المؤسسات مبنية على فصل السلطات، نحن في هذه المرحلة اللي هي مرحلة تتفتح الآفاق أمام ديمقراطية حقيقية تتسمح لكل المؤسسات باش تمارس الصلاحيات ديالها.